كيف تتابعين المشهد الآن في السودان وتصاعد وتيرة الاحتجاجات المطالبة برحيل البشير خاصة في هذه الأربعة أيام؟ نعم، متابعتنا لطيفة وواقعية ومن داخل الميدان. بالتأكيد الأمر الذي تم طيلة 117 يوم الأخيرة هو أمر تاريخي في تاريخ الشعب السوداني، ولكن الأهم فيها الأربع أيام الأخيرة التي شكل فيها يوم 6 أبريل النقطة الفارقة ما بين قدرة الشعب السوداني على التجمع وتشكيل مواكب هادرة تصاعدت وتحولت إلى اعتصام أسطوري في التصدي وفي البسالة وفي الشجاعة، لأنه ضمت قوات القوات مجهولة الأبوين من جهة ما في الدولة تحاول أن تصد هذا التجمع المهيب. طيب، دلالة هذه القوة كما ذكرتي في صفوف الشعب السوداني الذي خرج إلى الشوارع اليوم وإصراره بقوة هذه المرة، وكأن ليس لديه ما يرده عن الشارع هذه المرة، ولم يهب الآن قوات الأمن الذي استعملت معه العديد من مظاهر العنف. نعم، بالتأكيد ظلت هذه الطريقة في التعامل، الطريقة العنيفة في التعامل مع الشعب السوداني هي المحفز الأول للشعب السوداني وإصراره على شعاره تسقط بس، ليقينوا في كل خطوة من خطوات هذه الحكومة إنه لا مجال لإصلاح السودان أو استقرار أو سلام إلا بسقوط هذا النظام. وبالتالي تحولت محاولات العنف المتعددة إلى المحفز الأول للشعب السوداني في ثورته. وصحيح إنه البدايات الأولى كانت أسباب اقتصادية، هذا لا شك فيه، لكن الاحتقان وفشل النظام في التعامل مع المسألة الاقتصادية ومن ثم مع مطالب الشعب هو الذي غير أو حول من المطلب الاقتصادي في أوائل أيامه إلى 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 تضغط بس في 25 ديسمبر. شكرا جزيلا لك. وصلت الفكرة سيدتي سيدة مريم صادق المهدي، عضوة بحزب الأمة السودانية المعارض، كنت معنا من الخرطوم عبر الهاتف.